الجامعة الافتراضية السورية أصول المحاكمات المدنية 2 للأستاذ الدكتور أيمن أبو العيال تقدمت مبادرة ضوء بصوت الطالب محمد ركان الديري هذا التسجيل يغطي الوحدة التعليمية العاشرة اولا فكره مخصمة القضاء وطبيعتها القانونيه القاعده العامه المقرره في المدنيه الحديثه ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض م 164 مدني سوري وتطبيق هذه القاعده بإطلاق على القضاء وعدم منحهم حصانه ما يضد عملهم المهني يجعلهم تحت تحديد الخصوم كلما أشعروا أنهم ضحايا لأخطاء القوضة فإنه لن يشعر القاضي بالاستقلال في قراره وسيحجم عن العمل خوفا من المسؤولية وبالتالي يتعطل المرفق العدالة وفي الوقت ذاته لا يجوز منعهم حصنة مطلقة ضد المسؤولية عن أخطائهم المهنية تجاه الخصوم لأنهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من أوجه الضعف ولذلك تتجه الأنظمة القانونية الحديثة إلى رسم خصومة بإجراءات وأحكام خاصة لتقرير مسؤولية القضاة المدنية، تتضمن استثناء من حكم القاعدة العام في المسؤولية المدنية، فلا تجوز مساءلتهم مدنيا عن أخطائهم في أداء وظيفتهم إلا وفق إجراءات دعوى المخاصمة، ولا تجوز مساءلتهم وفق طرق التعويض العادية سواء كان القضاء على رأس عملهم أم في حالة إنقطاع مؤقت قصير كإجازة إدارية أو صحية. أو من دون راتب، أو لأداء خدمة العلم، أو طويلاً كإحالة على, ال... على الاستدعاء أو الندب، أو في حالة انقطاع دائم كالاستقالة، أو التسريح، أو الإحالة على التقاعد، أو الطرد، أو العزل كعقوبة مسلكية. واحد دعوى المخاصمة طريق استثنائي للطعن بالحكم. يتجه الرأي إلى عد دعوى المخاصمة طريق للطعن غير عادي، يفترض أن القاضي قد خالف وجهه الوظيفي. وهذا الرأي الذي اعتمد المشرع الفرنسي عندما نظم المخاصمة في المواد 505 إلى 516 مرافعات ولكنه اتجاه محلي النظر لأن المخاصمة لا تنمي إلى الطعن في الحكم وإنما إلى تعريض الخصم عن خطأ القاضي فهي دعوة مسؤولية وفارق بين الأمرين وهي إذا أدت إلى بطلان الحكم الذي بنى عليه سبب من أسباب المخاصمة إن هذا البطلان يكون بوصفه تعويضا عينيا للخصم عن الضرر الذي أصابه من صدور الحكم وإذا حدث ورفع الدعوة الجزائية ضد القاضي فحسب الرأي الراجح لن رفع دأوى المسؤولية المدنية للقاضي عن عمله المهني تبعا للدعوة الجزائية أمام المحكمة الجزائية وأنه يجب اتباع القواعد الخاصة بدعوى المخاصمة وذلك أن اتباع القواعد العامة يعد خروجا عن المحكمة من تنظيم المخاصمة كطريق خاص أحاطها القانون بضمانات متعددة لصالح القاضي يؤيد هذا أن دعوى المخاصمة تنظر على مرحلتين وهو ما لا يأتي عند نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية في حين أن تنظيم إجراءات المخاصمة على ذلك النحو يعد ضمانا مهماً للقضاء لا يجب حرمانهم منها بغير نص خاص اثنان دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية تقصيرية اتجه مذهب آخر إلى أن المخاصمة دعوة تعويض مبنية على قواعد المسؤولية القصيرية بأركانها الثلاثة، الخطأ والضرر وصلة السببية بينهما، وليست من طرق الطعن ولا امتداد للخصومة. وهذا التأصيل يتفق مع صياغة المشروع السوري لإجراءات المخاصمة القضاة في الكتاب الثالث تحت عنوان خصومة متنوعة، ولم يتناولها في الكتاب المخصص لطرق الطعن بالأحكام. ثلاثة خطأ القاضي المخاصم ليس مرفقيا نلاحظ أن مسؤولية القاضي المدنية هنا هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقه في مواجهة الخصوم الذين لهم وحدهم صفة في هذه الدعوة وتقوم على إخلاله بواجباته الوظيفية التي يتحملها بوصفه موظفا عاما في مواجهة الدولة فالأساس القانوني لمسؤولية القاضي في مواجهة الخصوم لا يختلف عن أساس مسؤولية أي موظف عام عن عمله. ويعني ذلك أن خطأه يعد مرفقياً تسأل عنه الدعوة. فالقاضي هو المسؤول. لأن فرقاً بين القاضي وأي موظف عام إذ أنه يتمتع بالاستقلال بعمله. وإحلال مسؤولية الدولة محل مسؤولية شخصية يؤدي إلى عدم اهتمامه بعمله وعدم شعوره بمسؤوليته الشخصية عنه. ومن ناحية أخرى فالقاضي هو عضو الدولة ما دام يعمل لتحقيق وظيفته في إطار الهدف من الوظيفة. فإن خرج عنها لتحقيق أهداف خاصة به فعمله لا يعد صادرا من الدولة وإنما يعد عملا شخصيا تقع عليه مسؤوليته وإن كانت الدولة من خلال وزارة العدل تتحمل المسؤولية بوصفها متبوعا يسأل عن أعمال تابعة لوجود الصلة القانونية اللازمة لقيام مسؤولية المتبوع بين الخطأ القاضي ووظيفته الذي يؤديها فقد نصت المادة 467 أصول محاكمات على أن الدولة مسؤولة عن عم عما يحكم به من تعويض على القاضي أو مثل النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه ويمكن القول في تحديد الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة وأساسها القانوني أنها ذات طبيعة خاصة حاولت في تنظيمها شروط وأحكام كل من دعوى المسؤولية المدنية وطرق الطعن الاستثنائية وقد حدد لها المشروع إجراءات خاصة وتعرض على المحكمة الوضع أن يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا الأخرى والفصل فيها وانغلب على أحكامها وشروطها أحكام وشروط طرق الطعن الاستثنائية كما سنرى اللهم إلا فيما يخص حكمها وهو التعويض ثانيا الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة توجد مجموعة من الشروط لدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي على النحو الآتي واحد أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند عليه الدعوة المخاصمة مبرما لا يجوز سماعه دعوة المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخى عن سلوك طريقة الطعن لتصويب ما يراه من خطأ فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتغدو دعوة المخاصمة واجبة الرد شكلاً فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلا يخلو الطعن بالنقد نفعا للقانون ويستفيد الأطراف من نقد الحكم فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفع المحامي العام الطعن بالنقد نفعا للقانون في مثل هذا القرار كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت في أساس الحكم وقد تبنى قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 على دل التي تنص على أنه لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة للمخاصمة أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل المخاصمة والقرار المعدوم لا تقبل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرت وهذا يعني وجود طريق قضائي آخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي آخر لإلغائه ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاء مظهرا من مظاهر قانونها طريقا استثنائيا للطعن إذن المقرر كما مر معنا في شروط الطعن عموما أنه لا يوجد سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى، أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار، على طالب المخاصمة مخاصمة هيئة المحاكمة لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكوك منه، لأن دعوى المخاصمة تضحك من صادر بالإجماع عن قضاة الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة. تحت طائرة يرد دعوة المخاصمة شكلًا بفرض إن أنه في حالة قبول دعوة المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاء الذين أصدروا إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرًا في دعوة جزائية وجب إختصام ممثل النيابة العامة في دعوة المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين ميم 471 وواحد وسبعون على أصول فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوة شكلا إذا اختصم بعض القضاة ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرا عن أكثرية الهيئة القضائية فيجب حينئذ حصر دعوة المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف م 471 على د أصول وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن النقد للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط م 471 على جيم أصول إذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الآخرين تحت طائلة الرد شكلا يمكن مخاصمة القضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا لكن حسب نص المادة 470 أصول محاكمات. فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوة مخاصمتهم شكلا ولئن كانت المادة ثلاثة من القانون رقم 55 تاريخ 21 على 2 وخمسون الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرفعات وقانون أصول المحاكمات في لمن لم يرد به النص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لأنه لا يمكن مقاسمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة 470 حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة المحكمة النقد وممثلي النيابة العامة التمييزية وقضاة الاستئناف العام والنائب العام الاستئنافي وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الآخرين مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وتردد دعوى المخاصمة شكلاً، ثلاثة: أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم. إنه يتعين على المحكمة إن قول الدعوى المخاصمة، أن تقرر إبطال القرار المخاصم. وبديهياً أن هذا الشرط، إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار. فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته. أو أحد ورثته إضافة إلى التركة وإلا كانت الخصومة غير صحيحة وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت من وجهة المحكوم له المتوفى أربعة أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جد المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل يتضمن تفيضة بمخاصمة القضاء 1471 على ألف أصول المحاكمات ويجب أن تتضمن وكالة المحامي المدعي المخاصم رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد الدعوة المخاصمة شكلا ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها هو المحكوم عليه المتضرر من قرار المخاصم المحكوم عليه هو كل من لم يقدر له بكل طلباته إذ كان مدعيا أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعا عليه فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفا في الدعوة الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائرة الرد شكلا لأن صحة الخصومة من النظام العام ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفا في الدعوة ولو ممثلا فيه بشخصه أو بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق الاعتراض الغير وثمانية وستون أصول المحاكمات خمسة عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكوي منه إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدأ في الدعوة التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه يعد القبول بالحكم المذكور رضوخًا له الأمر الذي لا يجيز الجهة المدعية مطلقًا الطعن بالقرار المذكور وإن بابي أولى الادعاء بالمخاصمة وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن ويعد قبولًا بالحكم أن يقضي المدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه وترد دعوى المخاصمة شكلا لانتفاء شرط المصلحة في الدعوة وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوى مسؤولية تقصيرية وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء ستة يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام الصادرة في الدعوة التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة ميم (m471 على واو) أصول محاكمات. 7- يجب أن يربط الاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة المحكمة محكمة النقد. وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاء وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة. ميم 471 على طاء أصول المحاكمة ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محيق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوة قبل الحكم بها. ويصدر هذا التأمين إذا خسر مدعي المخاصمة دعواه شكلاً أو موضوعاً. ميم 474 أصول. وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن؟ ثمانية أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله م 471 على حاء أصول وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم وإلا كانت دعوى المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم فعدل من المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا. لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقديا وقد يكون عينيا، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم. 9 اختصام وزير العدل للصحة لدعوى المخاصمة شكلا. تنص المادة 471 باء من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة كذلك أسماء الخصوم في الدعوة الأصلية التي صدر فيها حكم حل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم التاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلا وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة 487 أصول قديم إلى أن اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبهم من الدولة ممثل بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوة شكلاً ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه عشرة أن ترفع دعوى المخاصمة عن المحكمة المختصة للنظر فيها تحت الطائرة رد دعوى المخاصمة شكلاً ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوة في تحديد الاختصاص وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها فإذا كانت دعوة المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقد أو مثلي النيابة العامة لديها ترفع دعوة المخاصمة أمام الهيئة العامة في محكمة النقد إذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقد وترفع أمام محكمة الاستئناف في المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين ميم 470 أصول المحاكمات ثالثا حالات المخاصمة وأسبابها إن المادة 466 أصول المحاكمات حددت على سبيل الحصر حالات مخاصمة القضاء في بمعرض ممارستهم لمهام عملهم القضائي بالأسباب الآتية الغش التدليس الغدر الخطأ المهني الجسيم الامتناع عن الإجابة على طلب مقدم للقاضي أو الفصل في قضية جاهزة للحكم إنكار العدالة حيث ينص القانون على تضمين القاضي وزي تناول دعم المخاصمة في إطار أسبابها المحددة حصرا الأحكام كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل بالنزاع ويمارسها القاضي إلا أنه بكل الأحوال فهذه الأسباب تحدد مسؤولية القاضي عن عمله المهني أي عن الأعمال التي يقوم بها كقاضٍ فلا تجوز مساءلته عن أعماله القضائية في غير هذه الحالات وإنما لا تحدد هذه الحالات كمسؤوليته كفرد كأن يخل بأحد العقود بينه وبين شخص آخر أو يلحق ضرراً بالغير من خطأ تقصيري غير مهني كأن يتلف مالاً لشخص هنا يسأل مدنياً وفقاً للقواعد العامة وبالإجراءات العادية واحد الغش لغة هو عدم النصح التدليس هو كتمان العيب وفي الاجتهاد الفقهي كسببين من أسباب دعوى المخاصمة فهما عند البعض بمعنى واحد هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا الانحراف وذلك إما إثارا لأحد الخصوم أو نكاية به أو تحقيقا لمصلحة خاصة به في حين ميز البعض بينهما على أساس أن الغش أكثر من التدليس فهو التدليس باستعمال طرق احتيالية أي بالحيلة والخداع وفي الاجتهاد القضائي فالغش هو الخطأ الواقع في الحكم مقصودا وناشئا عن سوء الإرادة والنية ومثاله في مرحلة التحقيق في الدعوة أن يعمد القاضي إلى تغيير شهادة شاهد وفي مرحلة الحكم كأن يعمد رئيس المحكمة إلى في مسودة الحكم أو يصف مستندا غير ما اجتمل عليه والتزوير الذي يقوم به القاضي هو تحريف المفتعل للحقيقة سواء كان ماديا كتحشير كلمة أو حذفها من أحد مستندات الدعوة أم معنويا كتحريف شهادة الشاهد أو صيغة اليمين الحاسمة التي صورها الخصم واعتمدتها المحكمة وهذا التزوير دخل في معنى الغش والتدليس كسبب للدعوة المخاصمة ومع ذلك لم تعده المحكمة النقد السورية إنما عدت من أسباب المخاصمة المقررة بالنص الفقرة ج من مادة 466 أصول المحاكمات التي نصت على قبول المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض. أما الغدر فيقصد به انحراف القاضي بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها. كأن الغرض من ذكر هذا السبب من أسباب المخاصمة مواجهة ما يأمر به القاضي من رسوم يتقاضاها لنفسه من الخصوم أكثر مما يستحقه أما في التقنينات الحديثة فالقاضي يتقاضى مرتبه من الدولة لا من الخصوم ولا يحصل على أي رسم لنفسه فلم يعد هذا السبب من أسباب المخاصمة ما يسوء وجوده مما يمكن معه القول أنه كان يكتفى من المشرع أن يحدد هذا السبب من أسباب المخاصمة بالتدليس بمعنى انحراف القاضي في عمله بسوء نية أي قاصدا هذا الانحراف اثنان الخطأ المهني الجسيم قد رسخه المشرع كأحد أسباب المخاصمة نظرا إلى ما ثبت في العمل من صعوبة إثباء سوء نية القاضي وبالتالي تدليسه أو غشه وشعور الخصوم بالحرج من نسبة ذلك القاضي لذا نجد كل دعم المخاصمة تقوم في الوقت الراهن على أساس ما ينسب إلى القاضي من القطع المهنية الجسيم على الرغم من أن الخصم يعتقد أحيانا إتخاذا جازما بسوء نية القاضي إنما يكفيه لإبطال قرار هذا القاضي وهو غايته التي ينشدها أن يدعي وقوع القاضي في خطأ المهني الجسيم والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش ومثله الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه قاض يهتم بعمله اهتماما عاديا وهو جهل الفاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الأساسية الذي لا يخرج عن الغش ومثله الجهل الذي لا يغتفر بالوقاع الثالثة بملف الدعوة وكذا الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة سواء كان هذا الخطأ الفاضح متعلقا بالمبادئ القانونية أم بوقائع القضائية الثابتة في ملف الدعوة. ثلاثة إنكار العدالة ويقصد به امتناع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة الحكم م 466 على باء أصول المحاكمات ويثبت الامتناع المذكور بعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة م 468 أصول المحاكمات ولا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار ميم 469 أصول المحاكمات ويقصد بالاستدعاء هنا كل طلب يقدم للقاضي سواء في معرض ممارسته لسلطته القضائية أم الولائية فدعوى مخاصمة القضاء تتناول الأحكام كما تتناول أوامر مجمعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي كما مر بما فيها استدعاءات الطعون طلبات التدخل والإدخال والحجز إلى آخره والإثم للنائب الشرعي وتصديق الصلح القضائي إلى آخره ويجب عدم الخلط بين إنكار العدالة بالمعنى المتقدم أي الامتناع عن الفصل في الطلب والامتناع عن نظر الدعوة الناتج من حكم المحكمة بعدم اختصاصها أو بعدم قبول الدعوة أي بين إنكار العدالة ورفض الدعوة في كل هذه الحالات يكون هناك حكم قد صدر ولا نكون بصدد إنكار للعدالة ولا يجوز إثبات امتناع القاضي بشهادة الشهود أو القرائن إنما يتوجب على الخصم أن يعذر القاضي بإنذاره بواسطة الكاتب بالعدل للرد على الطلب على أن القاضي لا يعد منكر للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوة لما يسوغه قانونيا كما لو كانت الدعوة لم يتم تحقيقها بعد أو كانت تثير مسائل معقدة تتطلب وقتا للتفكير في فصلها أو لمرض أصاب القاضي يمكن على القاضي النظر في الدعوة من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا رد الدعوة المخاصمة موضوعا ميم 478 أصول المحاكمة 4 نص القانون تقبل الدعوة المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات رابعا ميعاد الدعوة المخاصمة نص قانون أصول المحاكمة السورية الجديد على ميعاد رفع دعوى المخاصمة بالمادة 471 بقولها يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي تبلغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة لأنه يلاحظ إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعذار القاضي وليس من شأن دعوى عدم الحكم المشكوي منه أن يقطع التقادم بسبب دعوى المخاصمة خامسا إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى شكلية والثانية موضوعية واحد مرحلة النظر في قبول الدعوة شكلا يتم تبليغ صورة الاستدعاء ومرفقته من وثائق إلى القاضي ومثل النيابة العامة المخاصم وتضم إدوارة الدعوة الأصلية التي ستر فيها الحكم محل المخاصمة وبعدها تعرض الدعوة على المحكمة المختصة وتحكم المحكمة على وجه السرعة في غرفة الذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين بجواز قبول الدعوة شكلا بتوفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وبوضع إشارة الدعوة إذا كانت متعلقة بعقار وبوقف تنفيذ الحكم المخصم مؤقتا إذا طلب إليها ذلك وكأن يخشى من التنفيذ من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارك ميم 472 أصول المحاكمات إثنان مرحلة النظر في قبول الدعوة موضوعًا. إذا قررت المحكمة قبول دعوة المخاصمة شكلًا، حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه، ودعوة أطراف الدعوة للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذي تنطبق عليهم الشروط المحددة في المادة (471) ألف يعني أ هذا الذكر، لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها. (م) 473 أصل المحاكمة، فالمحاكمة تجري علناً. أمام المحكمة بحضور القاضي المخاصم أو مثل طالب المخاصمة أو بغيابهما بعد دعوتهما أصولا وبعد التحقيق ودراسة الموضوع تطبق في الدعوة المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من قانون أصول المحاكمات ولا يسقط شطب الدعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها مرة واحدة على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء من عدد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة تي. زين من المادة 471 ويجوز للمدعي عليه بالمخاصمة المحكوم له في الدعوة الأصلية أن يتقدم طلب عارض بالحكم على المدعي بالمخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا م 473 أصول وفي كل الأحوال لا تجوز إثارة أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقد فطلب الإنعدام لا يرى أمام غرفة المخاصمة إن لم يكن مثارا لدى هيئة المخاصمة هذا يغلب تجانب الطبيعة الطاعون في دعوى المخاصمة كطريقة استثنائية للطعن لكن هل يجوز أن تثير محكمة المخاصمة أسباب من تلقاء نفسها غير التي خصم القرار لأجلها خطأ مهنياً جسم آخر غير مذكور في أسباب دعوى المخاصمة؟ الحقيقة أرى أن الإنبرام يعطي عيوب البطلان وما دام المدعي المخاصمة لم يثير هذا الخطأ المهني الجسيم فلا يجوز للمحكمة الناظرة في المخاصمة أن تثيره لأن الحكم المبرم لأن دعوى المخاصمة ليست طريقا استثنائيا خالصا من طرق الطعن بالأحكام ولأنه لا يجوز إثارة سبب جديد في دعوى المخاصمة لم يكن سبب من أسباب الطعن أمام هيئة المخاصمة في كل الأحوال فإنه إذا حكمت المحكمة برد دعوى المخاصمة شكلا أو موضوعا حكمت على طالب المخاصمة بمصادرة التأمين كما مر وللمحكمة بناء على طلب القاضي المخاصم أن تلزم المدعي بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه أما إذا حكمت بقبول دعوى المخاصمة شكلا موضوعا أي حكمت بصحة المخاصمة فإنها تحكم على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وبحسبان أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من تعويض على القاضي فإنها يحكم على الدولة ممثلة بوزير العدل بما يحكم بها على القاضي مع حقها في الرجوع عليه بما تدفعه م 467 أصول وتحكم أيضا ببطلان القرار الذي أصدره القاضي المخاصم لصالح أحد الخصوم وكان السبب في دعوى المخاصمة ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض م 475 على باء أصول المحاكمات وأن إبطال حكم محكمة النقد مثلاً بموجب دعوى المخاصمة يفيد إلغاء كل ما قضى به ويعيد أطراف النزاع موضوع حكم المقضي ببطلانه إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المبطل بحكم الهيئة العامة الأمر الذي يبقى أسباب الطعن قائمة ويجب على محكمة النقد البحث في قرار المطعون فيه في ضوء مؤثير في لائحة الطعن من أسباب تخطي القرار على أنه إذا كانت الدعوة الأصلية جاهزة للفصل فيها جاز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم فيها في كل الأحوال يجب الحكم بعدة الملف الدعوى الأصلية المضمومة إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة م 475 أصول المحاكمات سادسا طرق الطعن في القرار الصادر في دعوى المخاصمة الحكم الصادر في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقد م 477 أصول المحاكمات إذا كان القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقد أو عن غرفة المدنية فيها، فلا يقبل أي طريقة من طرق المراجعة. قد استقر الإجتهاد القضائي على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة، وبالتالي لا تجوز إقامة الدعم أمام هيئة المحكمة العامة لمحكمة النقد على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها. فإجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقد استقر على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية. في محكمة النقد الناظرة في القضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقد مما يستتبع بالتالي رد دعوة المخاصمة شكلا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن دعوة المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوة ثانية على القرار ذاته الذي قد خصم فيه تمارين اختر الإجابة الصحيحة واحد مخاصمة القضاء ألف طريق طعن استثنائي ب دعوى مسؤوليه تقصيريه ج دعوى ذات طبيعه خاصه د ولا خيار مما ذكر الاجابه الصحيحه ج دعوة ذات طبيعه خاصه اثنان في بيئه دعوى مخاصمه القضاه ا لا تقبل الا اذا كانت مقدمه من محامي استاذ مدى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذه مده لا تقل عن عشر سنوات ب تقبل من محامي متمرن ج تقبل من محامي استاذ بموجوب كتاب وإنابة د ولا خيار مما ذكر الإجابة الصحيحة: "أ" لا تقبل إلا إذا كانت مقدمة من محامي أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين. الأساتذة: مدة لا تقل عن عشر سنوات. ثلاثة: ميعاد دعوى مخاصمة القضاء "أ" ثلاث سنوات من وقت صدور الحكم. ب. ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ صورة مصدقة على الحكم. جيم: خمسة عشر يوما من وقت تبليغ الحكم د ولا خيار مما ذكر الإجابة الصحيحة ب ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ صورة مصدقة عن الحكم نهاية التسجيل